فاروق الامه لم يحتفل. لم يحتفل. طيب فاروق الامه لم يحتفل وصوفيه الامه احتفل. ماشي طيب، معناه اكيد اكيد بدون اي شك ذو النورين، ذو النورين الذي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين شو هو موجب احتفال مولد؟ ما هي الدواعي لاحتفال مولد؟ انه لازم يكون واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انه سيدنا عثمان انه تزوج ابنتيه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة لازم تحتفل لانه هو زوجها. ابو بكر الصديق قال هذا صديق ولازم كان يحتفل بس ما احتفل. شوف شوف، سواء اهلي محلي جيري وصحبي وقرايبين يعني صار الدين توارث، يعني مثل الشيعة انه اهل البيت لانه اقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، هذولي بس الموجب القربي. القربي لهم حق نعم، لكن مش القربي مع الصلاح طبعا. طيب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اكيد احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمه ابو زوجته عثمان بن عفان وصاحبه والمبشر بالجنة. لا يا زين خير الله، برضو ذو النورين لم يحتفل بالمناسبة. بتعرف انت لما بتقول ان عثمان وعمر وان ابا بكر والصحابة رضي الله عنهم اجمعين لم يحتفل، ماذا يقصد؟ ماذا تعني او ماذا انا افهم يعني كلامك هذا؟ يساوي بالضبط لما تقول عثمان لم يكن يقرأ القرآن في شهر ربيع الأول، لم يكن يتصدق، لم يكن يطعم الطعام. هذا بالضبط ما أفهمه منك أنا، لأنه المولد هذا فعل الطاعات في شهر ربيع شكرا لله على ولادته صلى الله عليه وسلم. تقول بس هني كانوا يعملوا، طب فعلا كانوا يعملوا، إذن وين اعتراضك؟ المضحك المولوهابي بيقول لك يا أخي هذا ساعه بيقول لك هذا المولد كله أكله فأش وطأس وفأش ورأس وطبل وزمن، ماذا بيقول؟ وأكل وعبت بيتك روش. وساعة بيقول لك يا أخي هذا هذا الذي تفعله المولد المفروض كل يوم يفعل، مو تقتصر به على يوم واحد. إحنا يوم واحد وما أننا مخلصاني منك، ليش أنا أصلا عم لك اقتصرنا عليه؟ ما هو محل الشاهد، أنا ما عم لك اقتصر على هذا اليوم، ما عم لك بكل يوم يتجوز هذه الطاعات وفي يوم كل يوم وفي كل شهر وفي المحل الشاهد هون. شوف شوف الاستدلال هذا الخنفشاري كله حق ونص فرنك، احنا نقضناه بطريقة عن طريق تقسيم التوحيد، انه هذا كله هذا يقلب عليه في قضية تقسيم التوحيد. هذا اولا. ثانيا، ما هكذا يكون الاستدلال يا بابا، ما هكذا استدلال، شيء ثاني. احنا قطعنا مرحلة ابعد في قضية، شوف هذه قضية تعليم جدل الفقهاء، لاحظ، واستعراض كتب أحسن من هذا الكتاب، من المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي. أحب هذا الكتاب جدا لأنه أنا عملت عليه ملخص في هذا، عملت عليه ملخص ودرسته للطلاب، طلاب السنة الثالثة في معهد الفتح، وعملت عليهم فيه امتحان ولخصت منه هذه المباحث، كيف تعترض على الكتاب، كيف تعترض على السنة، كيف تعترض. يا لطيفة، بتعلم الطلاب كيف تعترض عن كتاب السنة؟ جدل، اسمه جدل الفقهاء، يعني إذا الفقيه ناظرك أتالك بآية أتالك بحديث لينقض مذهبك، كيف أنت ترد عليه في هذا الأمر؟ لذلك هذا بعض الوهابي ما فيه، ما مكتوب في كتب، هذا ابن عقيل الحنبلي له كتاب اسمه جدل الفقهاء، وصبط ابن الجوزي له كتاب جدل الفقهاء، وابن الأبي ابن هذا أبو إسحاق الشيرازي أيضا الشافعي له كتاب جدل الفقهاء وكذا. في واحد من الوهابي ما أعرف إيش عم نحكي، على إيش عم نقول، ما أعرف طاول، ما أعرف إيش عم نحكي. شوف كل هذا أنا بينتها وشرحتها على على الاحتجاج الفقيه، ما يرد على الاحتجاج الفقيه بالكتاب، ايضا يرد على احتجاج المتكلم بالكتاب وفق هذه الاصول. اذا لاحظ هذا هذه استعرضتها. ففي واحد من الوهابي ايش كتب لي تحت؟ كتب لي شوف 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 كتب لي كتب لي درويش انت ومنهجك اضحوك للصبيان، الحمد لله على نعمة الاسلام والتوحيد والمنهج السلفي الواضح الناصح وعقيدة الانبياء والصحابة. شوف شوف شوف، قلت له هل تعلم عما أتحدث في التسجيل وما اسم العلم الذي أتحدث فيه وما هي الكتب المؤلفة من قبل المتقدمين والمتأخرين فيه؟ على كل إن أنا هون على هون شو اسمه
لي يعني هذه مقدمة بس لي 7-8 حلقات طرقت فيها مباحث كيف يكون الاعتراض إذا احتج عليك بالكتاب، كيف تعترض عليه إذا احتج عليك بالسنة، إذا احتج عليك بالإجماع، بالقياس كذا إلى آخره. طبعا أكبر مبحث فيه القياس اللي بيلوش فيه الوهابي كتير، فأنا أنصحكم تدخلوا يعني وتقرأوا هذه الكتب في الجدل، بس قرأتها تعرفوا كيف الوهابي تمسكه، تعرف كيف تمسك الوهابي من مخوانه فورا، طبعا تمسكوا يعني مسك تمسكوا يعني مسك مجازي يعني. طيب وهذه هون سلسلة إيش تعليم الجدل يعني جدل الفقهاء، واللي هو أيضا ينطبق على الجدل في قضايا العقيدة، لأنه واحد يعني إذا استدل عليك الوهابي بالكتاب بالسنة بالإجماع كيف ترد عليه بشكل علمي من خلال هذا المنهج. طيب لحظة، هلا نحن لن نستطيع، أنا من هنا بحكي ومن هون، طيب هذا من هنا بحكي كمان ما قدمنا في، طيب هلا ينخي الواحد. طيب أنا لن أرد شفهي لأنه لا يتسع المجال 10 دقائق بس، لكن هذه هنا سلسلة اسمها شتائم السلفية للسلف، هذا ردا على هذا الاستدلال الخنفشاري لهذا أخينا خير زين الله، أنه يا أخي ما فعل فلان، أولا هذا عدم، ثانيا أنتم ما نقل عن الصحابة من أفعال وأقوال لا يعجبكم تردونها وتبطلونها وتقولون هذه بدعة ولا بالمناسبة ابن تيمية ينص على أن كثير من السلف فعلوا وقالوا ما هو بدع، أريكم إياه، أريكم يعني في بعض وثائق في شتائم للسلف، شتائم الوهابي للسلف، يعني لاحظوا هذه بعض شتائم للسلف، مثلا هاي الوثيقة اللي هون نجيب لكم إياها، لاحظ مثلا هون ابن تيمية شو بيقول، كثير شوف وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لأحاديث فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه في المسألة نص أم تبلغهم. إذا ليش عبد الله فهم السلف حجة وهم تول وقع كثير من مجتهدي السلف والخلف، بتقولي بس هو يعني إجماعهم حجة. بالمناسبة الوهابي مختلفون أصلا في تقرير مذهب السلف، أنه هل إجماع المقصود باتباعنا لمذهب السلف هو يعني اتباعنا لإجماعهم، ولا المقصود به غير الإجماع، مختلفون. هذه بنعملكم عليه شيء مرة محاضرة، هذه أنا تكلمت عنها في الدكتوراة. طيب لاحظ فقط بعض، هلا هو سيستحتج بالأئمة الأربعة بعد ذلك، احنا يميلوا هذه الوثائق، لكن تعا أنت أنا بس بدي أجيب لك واحدة أو تنتين يعني تناسب المقام. لحظة لاحظوا هون، هذا علي الحلبي، هذا كمان من الوهابي اللي بيطلع بيقول لك المولد مو صحيح مو جائز مو كذا إلى آخره. شوف لما جابوا له هون الاحتجاج يحتجون عليه بابن مسعود، قال لا احنا منا متعبدين بابن مسعود، لاحظ زد على ذلك اننا لسنا متعبدين بفهم احد كائنا من كان، سواء كان ابن مسعود ام غيره، سواء كان هو ابن مسعود ام غيره بقى. انما نحن متعبدنا بنص رسول الله ثابت عنه، اذا نحن ما لنا علاقه، اذا ليش لك وقت عم جيب لك انه يا اخي هاي ادلتي انا من الكتاب والسنه، هاي 11 دليلا من السنه المطهره على المولد، او لا اولها ذلك يوم ولدت فيه وهذا قررنا احنا الوجه الدلاله منه، وهذا هذه 9 ادله من القران، وهي 11 دليلا من السنه، وقلنا لكم الحافظ ابن حجر استدل او استخرج له اصلا من قضيه صيام عاشوراء التي ايش صامها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان راى اليهود يصومونها شكرا لله على انه انقذ موسى او نجى موسى، طيب بني من 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 فرعون ولا. طيب ليش تقعد تجيب لك هذه الاحاديث بتقول لي بس هذه احاديث ما فهم منها الصحابه؟ اريكم اياها. أيضاً أخواني الكرام لاحظوا على المفارقة عند الوهابي، هذا التويجي شو عمل لك لما جاب كلام ابن حجر أنه إذا المولد اشتمل على محاسن و فهذا بدعة حسنة، وأنه ظهر لي تخريجه على قضية صوم عاشوراء
بعد ما يسرد كلامه ايش بيقول لك الجواب عن هذه الشبهه كذا الى ان يصل الى بيقول لك لو كان هذا صحيحا هذا الفهم الذي فهمه ابن حجر من صوم عاشوراء وكذلك الفهم الذي فهمه السيوطي من ذلك يوما ولدت فيه انه هذا في اصل مشروعيه المولد بيقول لك لو كان صحيحا لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من بعدهم لاحظ كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلا عليه إذ لو كان دليلا عليه لعمل به السلف فاستنباط ابن حجر احتفال بالمولد من حديث العاشوراء مخالف لما أجمع السلف أجمعوا على إيش إذا هذه أصلا نازلة نزلت بعد عدم شوف اعترفت بالصورة يا بني آدم هذا احتفالهم بهذه الصورة المعهودة الآن أما ما يفعل به فيه المولد هذا حتى بصورته الحالية ما يفعل من طاعات من قراءة القرآن من صلاة النبي العدنان من إطعام الطعام هذا يفعله الصحابة ليل نهار صباح مساء والتابعون مهم شوف هون بده يكون السلف فهمه هون قبل شوي ايش ابي اقول لك لا 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 مين قال لك نحن الصحابة لا لا لا